صباح الفل والياسمين، صباح النور، صباحكم ان شاء الله مزيان. كيف قلوبكم الناس اللي تفرج فينا والناس اللي تبعنا من نهار لنهار من صبحيه لصبحيه؟ نقول لكم مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم في العدد المباشر الجديد هذا اللي نقترحوه عليكم يوميا. اليوم الاربعاء 22 ماي، اكيد في الدليل الحصه نتاعنا لليوم مجموعه من الفقرات اللي صممت بعنايه حتى تنال رضاكم واستحسانكم. عنا برشا اجواء رمضان نافي وحسناه، هذاك علاش برشا اخبار الجهات من كل شبر من تونس باش يكونوا حاضرين معنا في اللقاء الصباحي هذا. نقول لكم تقعدوا معنا، عنا مجموعه من المراسلين الصحفيين على ذمتكم حتى ننقل الاجواء هذه من اكثر من نقطه خارجيه، الى جانب مجموعه من الفقرات. نتهنيو على الطقس نتاعنا بالنسبه لليوم، خاصه وانا رينا برشا رذاذ واحنا جايين للمقر التلفزه لليوم. باش نقول صباح الخير المحرز. صباح الانوار. صباح الفل. مرحبا بك ناس، مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الوطنيه الاولى. صحيح كما قلت انت، انطلاقه النهار اليوم امتازت بنزول بعض الامطار، ما احنا نقولوا بدايه الغيث قطره. ان شاء الله ما زلنا معنيين بمؤشرات الامطار اللي باش تكون حاضره في اغلب مناطق البلاد. هذا ممكن لافونغو نذكروا بكميه الامطار اللي سجلناهم البارح في مناطق الشمال وايضا في الجنوب الشرقي، واللي تراوحت من بين 3 8 مليمترات في باجه، في جندوبه، كيف في مدنين وفي تطاوين. مؤشرات تقلبات الجو باش تبقى متواصله نسبيا اليوم، مؤشرات الامطار مع امكانيه تساقط البرد في اماكن محدوده، اما مش باش تطول. مبدئيا فيما يخص التوقعات الجويه على المدى المتوسط باش نعيشوا عوده الفترات المشمسه، عوده فترات الصحو بدايه من غدوه وبعد يوم الغد باذن الله. الحقيقه طقسنا متميز برشا واجواءنا متميزه، اول مره نعيشوا الطقس بالكيفيه هذه في شهر ماي، واحنا في النصف الثاني زاد من شهر ماي، معناها حاله ماهيش ما جيناش كل عام. احنا تو في العشريه الاخيره لشهر ماي، اما ممكن بلغه الارقام اللي نقولوه رانا ما احناش بعاد على المعدلات العاديه. فيما يخص مثلا درجات الحراره، فانه المعدل العادي لشهر ماي هو 25 درجه. البارح ارتفعت نسبيا 28، اليوم نتوقعوا باش تنخفض الى مستوى 26، واللي ديما تبقى في مستوى المعدلات العاديه، ما فماش حاجه استثنائيه. معروف اللي كونه شهر ماي مثل مرحله انتقاليه، خروج المواسم البارده ودخول المواسم الدافئه، وعاده التفاعلات في الوقت هذا هي اللي تؤدي لنشاط الخلايا العادية، وأكثر حاجة اللي نخافوا منها خاصة بالنسبة للمجال الفلاحي هو الأضرار اللي ممكن تكون نتيجة لتساقط البراد في أماكن محدودة. ربي يعطينا كل شيء باللطف. لا قدر الله، احنا نقولوا ان شاء الله ديما يقدر ربي كان الحاجه الباهيه لتونس ولفلاحتنا. خلينا على الاقل يتعدلنا عام سابق، على الاقل خلينا نشهدوا انخفاض في الاسعار بالنسبه للخضر والفاكهه نتاعنا للصيف. نبدا معاك في معلومه اليوم محرز، وشنو تقترح علينا للصبحيه هذه؟ بعد الوسط والشمال طبيعي جدا باش تكون الرحله نتاعنا اليوم في الجنوب. وين باش نمشيو؟ باش نمشيو لعاصمه الحناء جابس، باش نحكيو على واحد من اقدم المساجد، مش في جابس فقط انما حتى في تونس الكل. الجامع اللي بني في عهد الموحدين، جامع سيدي ادريس، واعرف عديد من التحسينات خاصه في فتره حكم المراديين. الحاجه ممكن اللي ينفرد بها الجامع هذا كونه حافظ على الطابع نتاعو رغم عديد الاشغال نتاع الترميم اللي صارت. معروف باسم جامع جابس القديم، تم اعتماد الحجاره اللي نلقاوها في العديد من البنايات اللي نلقاوها في جاره كيف في المنزل بالنسبه للشناني القديمه. وفيما يخص فتره حكم المراديين فانه شارك في عمليه البناء بنائين من جابس اللي هما الحاج عمر ابن ابراهيم الجابسي، كيف الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد القادر اللي هو التلمودي، وبنى ايضا من صفاقس واللي هو المعلم عبد الحميد المنيف. بالنسبه لجابس، كي نحكيو على جابس طبيعي جدا باش نحكيو على مقام الصحابي الجليل اللي هو ابو لبابه الانصاري، معروف كونه يقولوا اللي صحابي هذايا كان حلاق رسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف بقيمته الاجتماعيه باعتبار هو كان مصهر الخليفه عمر بن الخطاب. بنته لبابه هي كانت زوجة شقيق عمر بن الخطاب اللي هو زيد بن الخطاب، معروف ايضا في القران باعتبار انه من الصحابه اللي اتابوا نظرا ممكن لعمليه المفاوضات اللي صارت من بين المسلمين وايضا يهود بني قريظه، واللي هو كان وقتها الرسول نتاع المسلمين باش يكون بعمليه المفاوضات. مفاوضات ما مشاتش كما ينبغي، هو خير كونه باش يكون ممكن منحاز نسبيا للقبيله اللي هو فيها، وانا ما اعلن التوبه نتاعو، هذاك علاش تم ذكر القصه هذه في القران الكريم. انا باش نقول لك يعطيك صحه محرز، نتعلم منك كل صبحيه من خلال
من خلال المعلومه هذه تهزنا كيف ما نقول في كل مره للمعالم، تقعد شاهده على الحضاره، عمق وتجذر الحضاره هذه قديش ضاربه في التاريخ. يعطيك الصحه محرز، ونمشيو للميتيو باكثر تفصيل، قراءه مفصله ومحاينه للطقس نتاعنا لليوم وللايام الجايه. صحيح، والانطلاقه كالعاده من خلال صوره القمر الاصطناعي لقاها في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نجم نشوفوا مع بعضنا كتله السحب الموجوده شمال ووسط البلاد، سحب من النوع المنخفض، مؤشرات الامطار اللي ان شاء الله باش تبقى متواصله في اغلب مناطق البلاد، ونتوقعوا تدرج السحب الماطره باش تشمل تقريبا مناطق الشمال والوسط بدرجه اولى. وفيما يخص مناطق الجنوب فانه الولايات المعنيه بنزول الامطار هي مبدئيا مدنين وتطاوين بفعاليه اقل، ممكن مقارنه باللي عشناه خلال 24 ساعه الفارطه. الاجواء المغيمه جزئيا اللي هي تمثل المجال الحار للتقلبات الجويه نجم نشوفوا قاعده تنتقل بصفه تدريجيه شرق البلاد، وكما كنت نحكي نتيجه التقلبات الجويه هو وصول بعض الكتل الهوائيه البارده والتسربات الهوائيه البارده، مرورها باش يكون مرور سريع نسبيا. فيما يخص الملامح الرئيسيه لطقسنا على المدى المتوسط هو استقرار نسبي خلال يوم الغد وما بعد يوم الغد، هذا ما يعنيش استقرار كلي. مبدئيا وفق القراءه الاوليه نهايه الاسبوع باش تمتاز باجواء ممطره وعوده التقلبات الجويه بقوه، يرافقها ايضا هبوب رياح قويه باغلب مناطق البلاد. قراءه سريعه لدرجه الحراره القصوى المتوقعه باغلب الجهات، واللي ممكن باش تعرف تراجع طفيف بدرجه او اثنتين مقارنه باللي عشناه خلال يوم الامس. اليوم نتوقع تزيل 26 في تونس العاصمه، 25 في اقصى الشمال في بنزرت، ايضا في نابل اقل بدرجه في قليبيا، في زغوان نتوقع تزيل 25 مناطق الشمال الغربي، 25 في تبرقه، 26 في باجه، 25 في جندوبه، وتقريبا في نفس المستوى بالنسبه لسليانه والكاف، اقل بتال 22 24 في القاسرين، 27 في القيروان، في جهه الساحل في سوسه في المنستير وفي المهديه نتوقع تزيل 24 درجه، في عاصمه الجنوب صفاقس ونتوقع تزيل 26 اقل بدرجه بقرقنه، 24 في جربه، 25 في جابس، 24 في مدنين. على الارقام من المتوقع تسجيلها في مناطق الجنوب الغربي وين توصل اليوم الحراره القصوى المستوى 30 في توزر، في قبلي، في اقصى الجنوب نتوقع تسجيل 28 درجه في البرمه وفي برج الخضرة. تطور الوضع الجوي خلال يوم الغد مبدئيا نتوقع ظهور بعض السحب باغلب الجهات، واللي ممكن تكون اكثر كثافه في المرتفعات الغربيه لبلادنا في فتره ما بعد الظهر. مازال الجانب الحركي يتميز بالاعتدال، تقريبا الرياح باش تكون في اغلبها ضعيفه المعتدله، مش باش تفوت سرعاتها القصوى مستوى 30-35 كم في الساعه. البحر مبدئيا باش يكون قليل الاضطراب بكافه المجالات البحريه ملائم لمختلف الانشطه، وممكن باش تتنقل الطائرات الهوائيه لتكون من القطاع الجنوبي خلال ما بعد يوم الغد. هذاك علاش نتوقعوا ارتفاع نسبي في درجات الحراره. الرياح الجنوبيه ممكن تمتاز بنشاطها نسبيا في المناطق الساحليه، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. اما ديما ناكد مبدئيا نهايه الاسبوع تحمل في طيتها عوده التقلبات الجويه بقوه. اكيد اكثر تفاصيل باش نشوفوا مع بعضنا خلال مداخله يوم الغد، تلقاو كل تحينات الوضع الجوي، كل نشرات المتابعه في قنوات الاتصال الخاصه بالتلفزه الوطنيه اكيد بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ومداخلتنا لليوم تلقاوها في صفحه البرنامج في تونس بالنسبه لصفحات التواصل الاجتماعي. شكرا لك محرز الغنوش، يعطيك الصحة، قراءة شافية وظافية كما عودنا كل صباح، تخلينا نعملوا انطلاقة صحيحة وإحنا نعرفوا الأجواء نتاعنا كيفاش باش تكون، وخاصة السؤال الأبرز وقتاش باش نصيفوا لينا ولصغيراتنا من غير بطبيعة ما يمرضوا، لأنه هكا راهو في الطقس كل مرة كيفاش كل مرة قبلونا. باش نقترح عليكم نغم موسيقي وراجعين باش نحكيوا في برشا حاجات والكلها يجمعنا الحديث حول الشهر الفضيل هذايا، باش نحكيوا على حلويات العيد والأسعار نتاعها، باش نحكيوا على حفظ بعض الأطعمة كيفاش نحافظوا عليها، فرد وقت نحافظوا على سلامتنا وعلى صحتنا وغيرها من المواضيع. بعد جارة الأشواق واحدة من أشهر أغاني حضرة رجال تونس. Yeah.
مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم في المشاهدة، مرحبا بكم في العدد نتاعنا الثالث للأسبوع هذايا، العدد اللي هزنا فيه كل مرة للأجواء الرمضانية ومجموعة من النصائح اللي تعودتوا تاخذوها معنا من أخصائيين. قيمة النصائح هذيا أنه جينا من السبيسياليست من الأخصائيين وبحلنا أخصائية في التغذية. مرحبا بك دكتورة رنا الغيلوفي، أهلا وسهلا بك. مع السلامة. مرحبا. مرحبا. موضوعنا لليوم يظهر لي شيق برشا، باش نحكيو على الدجاج ونحكيو على العظم من التحضير إلى الكونسيرفاسيون. هكا ولا؟ ان شاء الله. هذا هو. باهي، على كل انا باش نقول لك باش نمشيو للدوبلكس ونرجع لك لانه الموضوع جدير بالانتباه والاهتمام، ما نحبش نقص عليك. هات نمشيو زميلتي كوثر بنت ليلى اللي موجوده تحديدا في احدى المساحات والحدث فرحي مفرح بامتياز، نحكيو على ختان مجموعه من الصغيرات التابعين لاعوان وموظفي مؤسستي الاذاعه والتلفزه التونسيه. الحقيقه انا باش نقول لهم مبروك، الف مبروك للصغيرات وللعائلات نتاعهم، وان شاء الله العقبال ديما الافراح تكون موجوده. وهذايا نعرف حدث مميز وحدث مهم برشا تعيش على ايقاع العائلات التونسيه وخاصه لما يكون في سيدي رمضان. باش نقول صباح الخير الكوثر. صباح النور ايناس، اهلا وسهلا بيك وبالتوانسه الكل اللي يقول رمضان وخاصه النصف الثاني بالضروره باش يقول حملات ختان واجواء احتفاليه وبشرى ساره ان شاء الله تدخل للمنازل لمنازل التوانسه الكل. اليوم اخترنا انه على اعتبار بطبيعه الحال حدث يفرض نفسه انه نتابعوا العمليه هذه وحمله ختان اطفال الخاصه بتعاونيه اعوان الاذاعه والتلفزه التونسيه. اجواء مميزه جدا هنا الحقيقه في المساحه هذه، امور تنظيميه والوضع تحت السيطرة، حاجات الحقيقة تفرح. باش نحكيو في الأرقام في الأجواء والتكاليف مباشرة مع سي هشام رزقي رئيس تعاونية أعوان الإذاعة والتلفزة التونسية. مرحبا بك. مرحبا بكم الكل. نحكيو على الحملة هذه، قداش شارك فيها من صغير، قداش التكلفة نتاعها، وربما هي من التقاليد اللي اعتادت أنها تنظمهم التعاونية. هي حقيقة الحق الأول مرة احنا في تعاونية الإذاعة والتلفزة التونسية نقوم بعملية الختان أبناء موظفي الإذاعة والتلفزة التونسية. بالنسبة للعدد اللي موجود اليوم حاليا هما 14 صغير من أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية. الكلفة الجملية للأبناء معناها تفوق 800 دينار. معناها مش للصغير الواحد، للفرد الواحد أكثر من 800 دينار، دونك تتكفل بهم التعاونية. قد إيه النسبة اللي يدفعها الولي؟ 0 ملي. 0 ملي. باهي، باش نحكيو مازلنا باش نحكيو على الأجواء، على خاصة التحضيرات هذه وهيكم تبارك الله تشوفوا في الصغيرات، وفما زاد أمور وأجواء تنشيطية لهنا. صغرون صباح النور. صباح النور. قولي شنو اسمك أنت؟ بدل الله. جيت باش تطهر اليوم؟ فرحان أنت؟ إي. ولدي ان شاء الله ربي يهنيكم. حاجه سمعنا زغرف محليهم هذوما هما اجواء التوانسه، حاجه ربي فضلك وتبارك الله وتبارك الله. العائلات موجودين لهنا، باش ندخل معكم مباشره مع سي هشام للغرفه اللي فيها العمليه هذه، عمليه الختان وكيفاش تصير. على الاقل ننقلوا لكم اللحظات الأولى وما بعد عملية الختان على خاطر الحقيقة نعد محلاهم الاجواء ومحلاها الزغاريد. ان شاء الله يا رب يكون في الزين. هاكا دخلنا لدياركم اليوم بزغاريد وبحدث مزيان برشا، برشا يطهروا على امتداد الشهر الفضيل هذايا، وبرشا يختاروا ليله النص وغيرهم يختاروا ليله 27. انا باش نقول الف مبروك للصغيرات هذوما. اذا كان ممكن ماذا بيا نرجع الكوثر ونواصلوا نشوفوا الاجواء هذيا. كوثر معاك ايناس وسي هشام باش يفسر لنا احنا لهنا فين قاعه بالضبط وكيفاش تصير العمليه، خاطر فما مراحل. هذه القاعه ما بعد العمليه، قاعه العمليات هي مجاوره تمام القاعه هذه، وصار كشف طبي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء قبل عمليه الختان. قبل عمليه الختان هو الياس كان ممكن يصورنا زميلنا محمد علي السكلي ولهنا ولده، ان شاء الله مبروك محمد علي. عايشك زميلنا ويخدم زاد في حصه في تونس، ان شاء الله مبروك. عايشك باهي الاجواء والامور التنظيميه، وحنا نعرفوا من
وانا نتسائل نقول محمد علي ساكلي وين وين وين. ان شاء الله الف مبروك ليه ولكل الزملاء في مؤسستي الاذاعه والتلفزه التونسيه. محلاهم الصغيرات ان شاء الله ما رهبناهمش، ان شاء الله على خاطر يظهر لي توا باش تبدا عمليه الختان ال14 صغير ال14 طفل. مره اخرى ان شاء الله الف مبروك للعائلات التونسيه وقت اللي تبدا حاضره الصور مثاليش. خلينا نرجعوا لانه لحظات فيها برشا فرح. نرجع لك دكتوره رنا الغلوفي، أعلننا على الموضوع نتاعنا ومن المواضيع اللي تشغل بالنا كربات بيوت، مشكل هو هذية كيفاش نحافظوا على سلامة العائلة الكل وسلامتهم وصحتهم تبدا يظهر لي من غذاء صحي وسليم. صحيح، هو لازمنا نعرفوا راهو التسممات الغذائية راهي ما تجيناش كان كي ناكلوا في الشارع، معناها حتى كي نحضروا في الدار وما نعرفوش كيفاش نحضروا ونستحفظوا معناها على شروط الصحة نجموا احنا اونكونتامين معناها الماكلة نتاعنا نلوثوها. اي ومن أكثر معناها المواد اللي هي حساسة واللي تنجم تجيب لنا جراثيم هي الدجاج والعظم. دونك عندنا هذوما لي بيغيسابل نسميهم اللي يفزوا فيسا على خاطرهم جينيرالمون يكون معناها ملوثين اكثر شويه من الاغذيه الاخرى. هيك نبداو احنا نبداو بواحد منهم، نبداو بالعظام لانه العظام يدخل تقريبا في اغلبيه الاطباق اللي نحضروها على طول السنه وخاصه في شهر رمضان نجموا نلقاو اكثر من طبق بالعظام. اي هو الحاجه الباهيه في رمضان اللي احنا كي نستهلكوا برشا عظام دونك باش نسهلوا شويه العمليه نتاع الحفظ نتاعو. لازمنا نعرفوا اللي العظام راهو كي نشريوه لازم يكون معلب. معناها علاش معلب؟ مش على خاطر التعليب، على خاطرك التاريخ هذاك المحتوت نتاع التعليب، معناها لا مش نتاع التعليب هو نتاع الكوليكت وقتاش يلموا العظم، خاطر لازمنا نعرفوا العظم راهو عنده تاريخ صلوحيه كيما اي اغذيه اخرى فيها تاريخ صلوحيه، دونك المستهلك لازم يعرف التاريخ هذاك باش يعرف وقتاش يستهلكوا. اي وتاريخ الصلوحيه هذا ما يبداش موجود وقت نشريو نقولوا احنا بالحاره وبالكعبتين بالحاره والزوز. دونك اش لازمنا نعمل؟ سواء احنا العطار مستنسين به وما نحبوش نمشيو مثلا البقعه اخرى وين يبيعوا عظام مسكر نجموا نسالوه باستحباب، معناها يورينا وقتاش جاه ويورينا الورقه على خاطر هذوما مواد من اصل حيواني راهو عندهم شهاده نتاع البيطري، معناها ما اكيد فما معناها حاجه تدل اللي هو مراقب الساعه اللي لازم يجيب من فيرمات مراقبين ديزلفاج مراقبين ويكون فيه الدات وقتها احنا نجموا ناخذوا. اما هكاك لا باهي، اون فوا خذينا وتحققنا من سلامه المصدر نتاع البيضه نتاعنا وتاريخ الصلوحيه نتاعو، انا واحده من الناس ديما نتسائل العظام في الشتاء نخليه ساعات لبرا مش في الفريجيدير، توا مع الطقس نتاعنا بدا يدفى شويه فين نحفظوه؟ في المنزل قبل الاستعمال. اي هو العظام باردون سي ان بو كريتيك راهو لازمنا نعرفوا الساعه اول حاجه في كي نشريوه زاده ما لازمناش تشريو عظام ممسخ من برا، ديجا ممنوع معناها تبيع العظام الممسخ من برا خاطر وقتها الكونتامينا يعني جراثيم تنجم تتعدى لنا بيان سور خاطر هي تبدا ساعات تلقى كعبات تراسلنا نغسلوا فيهم معناها كاريمون باش نجموا بعد من هذاك. علاش حبي اخترت الموضوع هذايا باش نحكي لك شنو معناها لازمنا نعملوا مع العظم. دونك العظم شنو هي مشكلته؟ هو العظم من داخل راهو ما فيه حتى جرثومه اونتر بارونتيز مش ستيريل مي ما فيش دي بكتيري. وقتاش يدخلوا له الجراثيم؟ وقت الكوك هذيك الغلاف الابيض هذيك القشره تولي هوميد تولي مبلوله شويه خاطر هي فيها دي بور كل ينقب انت ما تفيقش بيهم، هي بوروز شويه اي لكن قب هذوكم وقتها هما باش يدخلوا الجراثيم من برا يعديوا لنا الجراثيم. لا هي الجراثيم تتعدى من القشره مش في وسط العظم، معناها العظم من داخل ما فيه الجراثيم دونك ما لازموش يندي اذا كان فريجيديرنا معبي وملقي. هو نورمالمون يتحط à température de réfrigération يعني يتحط من 4 ل 6 درجات. اما اذا كان فريجيديرنا معبي وكي باش نحطوهم باش ينجيو العظم من برا وباش يدخلوا لنا ماذا بينا وقتها نشريو على حسب كميتنا ونستعملوها في نهارين ثلاثه في مكان بارد زاده مش سخانه كيكا تقلي. اذا كان عندك غرفه بارده تنجم تحط فيها دايوغ العظم كي تشريه انت من لي غروند سيرفاس ولا من العطار ماهوش في الفريجيدير جوست معروض لبرا في الفريجيدير. اي على خاطر عمليه العرض ما تفوتش نهارين ثلاثه هي نورمالمون وسي العظام الاخر في الدار ينجم يقعد مديده صغيره. اذا كان باش يقعد مديده نحطوا له بقعه في الفريجيدير، اذا كان ماهوش باش يقعد في ساعة نهارين ثلاثه في بقعه بارده، اما توا في الصيف من المستحسن في الفريجيدير. وراهو الخطر مش على التمبيراتور ماهيش الحراره، الخطر في كندي اللي ينجم يصير في العظمه من برا في القشره اذا كان نحطوها تبرد وهي سخونه وقتها هذاك المشكل. به واضحه الفكره، اون فوا حافظنا عليه وجا وقت الاستعمال باش نجهز به الطبق نتاعي، شنو اهم النصائح في المرحله هذه؟ العظم ما يتغسلش.
هيك علاش ناخذوه ديما نظيف على خاطر ديما اون رابور ريت كيفاش مع الجراثيم، والجراثيم نعرفوها ديما في السيرفاس، راهو اغلبيه الماكله ديما كيكا معناها الجراثيم تلقاهم في السيرفاس. هو انت تقول ما يتغسلش، ولكن ساعات نحكيو على العظام اللي ساعات نلقاوه بالحق في حاله معناها موش حصلنا وشريناه، ما نعملوش نكيتا جافيل وشويه هكايا برودوي نتاع تنظيف. قداش باش تقعد تفخوت وتحك وتتعمل الفو اسي جوست كي تكسر العظمه ما تمسش القشره. القشره البرانيه ما تتمس، اما عندك عظم اذا كان باش يطيب مش مشكله، اما كان باش تعمل بلا فيها عظم ني كيما موس شوكولا ولا تيراميسو ولا اي حاجه معناها فيها عظم ني ولا مايونيز في الدار، دونك ما تستعمل كان عظم نظيف من برا. باهي كيف نجبدوه تول نستعملوه العظم؟ نورمالمون نورمالمون ما لازموش ينادي في مخنا، لازم ما الشوك دو تمبيراتور هذيك هي اللي تحل لي بور اللي تخلي الجراثيم يدخلوا لداخل. باهي ونحكيو توا على العظم المصموت ماذا بيا، كيف نصمتوا عظمه وما ظهرليش باش ناكلها في الوقت والا فضلت عملت اكثر من الحاجه، العظمه هذيك نجم نحتفظ بها ولا 24 ساعه؟ حتى لي بلاكوي مثلا تاجين في وسط عظم طايب، العظم الطايب يقعد 24 ساعه 48 اما ماذا بينا 24 ساعه. العظام من ني ما يقعدش. اللي حضرته يصير له دكتوره توا ساعات مثلا، وهنا والله جاتني معناها نقول انا نكزت في مخي تصوير التوقت اللي يمشيوا لليزوتيل الصباح يجينا العظام في اغلبه سامحوني في الملاحظه نلقاوه ازرق، نقولوا احنا هذا بالك هو مصموت وعاودوا صمتوه دفاوه معناها في ماء سخون غيان كو باش يعاودوا يحطوه مره اخرى، هيك الزروقيه اللي راوها في العظمه المصموطه هذيك دليل انه مش سليمه؟ هي الزروقيه ما تلقاهاش في الابيض، تلقاها في البورتوغ نتاع الاصفر. أي ما فما حتى مشكله لي هذيك كولوراسيون تاع نجمو نعاودو نسخنوها العظمه مره اخرى. اي حاجه نحكي على العظمه المسموطه نجمو اي حاجه تطيب معناها هذيا دون فاسون جينيرال مش كان العظم، اي حاجه تطيب وانت حطيتها في الفريجيدير باش تستهلكها مره اخرى لازمك تسخنها لين توصل 75 درجه، معناها تعاود تصمتها في الماء، تعاود تغلي الماء وتحطها من 3 لـ5 دقائق بيه. اذا كان فما جراثيم يتنحى. نحكيو على الدجاج باش ما ياخذناش الوقت لانه كيف نستعملوه برشا. اي الدجاج نستعملوه برشا ونستعملوه في برشا اطباق زاده، دونك لازمنا نعرفوا منين ناخذوه. هو تمنع الدجاج اللي يتباع في البقايا اللي ماهيش مراقبه، معناها ما عمرنا ما نشريو الدجاج في المرشيات ويتذبح تو سويت، ولا عندنا دجاج يذبح التالي، هذا الكل لازمنا نعرفوا اللي ممنوع. صحيح نشوفوهم من هذاك خارج عن القانون. معناها القانون يمنع منع بيت ذبح الدجاج في مناطق عشوائيه ماهيش مراقبه. تري بيان، دونك نشريو من المستحسن منين؟ من مكان مراقب، عندنا اللي معناها دجاجه دي بوان دو فونت يبيعوا مراقبين يجيبوا الدجاج، ما عمرك ما تشري وين المكان نتاع العرض هو اللي يصير فيه الذبيحه. دونك ما تشريه كان حاضر جاي مراقب. تري بيان، دونك شنو اهم النصائح اللي نجموا نخصوا بها فما نصيحة عملت بوليميك كبيرة اللي هي يقول لك ما تغسلش الدجاج قبل ما تطيب، وهي سي فغي معناها دو بوان دو فيو كونتاميناسيون باكتيريولوجيك برشا احنا هذيك سي تان غوفليكس دكتورة ما غير ما تشعر حتى الحم أي حاجة نجبدوها حتى تكون عندنا في الدار أو في الكونجيلاتور نجبدوها طول نغسلوها. أي هي ها باش نقول لك شنو المشكلة، المشكلة فاش إذا كان نجمو نحصروا المشكلة نجمو نغسلوه. المشكلة اللي الدجاج فيه برشا جراثيم خاصة السالمونيل ولا كومبيلو، هذوما زوز يقلقوا الإنسان شوية وخاصة الإيمينو ديبريمي معناها اللي عندهم مناعة ضعيفة شوية يكون مريض ياخذ فيه أنتيبيوتيك، الصغار الكبار، دونك هنا لازمنا نعرفوا كيفاش نحضروا الدجاج. أون ديري في بلوك أوبيراتوار تدخل ما لازمك تمس حتى شيء وأنت إيديك في الدجاج، معناها وقت اللي تغسل وتقص لازمك كونسونتري غاديك، على خاطر اذا كان مشيت حتى مد السكينه ولا حليت قجر وانت يديك مش معقمين ما نحكيش حتى نظاف بالماء تنجم انت تمسخ الكوجينه الكل، وقتها انت اذا كان باش تحضر حاجه اخرى باش تمسخ بها الجراثيم الكل، هيك علاش الدجاج ماذا بينا. سامحني دكتوره المشكل وين في الدجاج؟ في الجلده، لانه برشا يقول لك في الجلده يعني كل الجراثيم في القشره ولا في الجلده البرانيه. اي الجلده والا حتى كي نحي لك الجلده الدجاج اللي باش تشري من عنده باش تروح به، سي لا سيرفاس هي المشكله، لا سيرفاس تكون كونتاميني برشا ملوثه برشا. باهي اون فوا طيبناه شنو اهم المحاذير؟ اون فوا طيبنا اي حاجه فيها الحومات والا من غير ما فيها الحومات لازمنا عندنا ساعه في يدنا سواء ناكلوها سواء تتحط في الفريجيدير.
والا في الكونجيلاتور اذا جينا معناها برشا برشا كونتيتي كميه كبيره. دونك اللي يحضروا قبل بمده معناها يقول لك انا فطوري طاب عليه بكري هذيك راهي ماهيش عاده باهيه، على خاطر كان طاب عليه بكري وباش تخليه في التمبيراتور امبيونت البر خاصه كي باش تعمل دجاج روتي تبدا الكوجينه سخونه. الكوجينه سخونه لازمنا نعرفوا اللي البكتيريات تشيخ على من 10 درجات لل 60 درجه وهي هذيك التمبيراتور نتاع بلا ولا حاجه بديت باش تبرد طابت وبديت باش تبرد. انت حكيت على الناس اللي طيبوا بكري في رمضان يطبعوا البرود ولا يحبوا يرتاحوا، مالاش نحكيوا على النساء اللي يحضروا نهار الاحد اكثر من طنجره ويخبيوها بحكم انهم يخدموا يحبوا يلقاوهم حاضرين دونك يحطوهم في الكونجيلاتور ولا يحطوهم في الفريجيدير باش نجموا نمنعوها؟ اي يتحطوا اتمبيراتور دو ريفريجيراسيون. المشكله مش انك تحضر بكري، حضر بكري اي مثلا اما تخليش الطنجره لبرا للشقان الفطر، معناها حضر بكري بعد تبرد شويه مش برشا ما زالت في ال 65 درجه لازمها معناها كي تمسها تكون مازالت سخونه، تحطها في دي بواط دو كونسيرفاسيون من الاحسن بالار اي وتحطها في الفريجيدير في المغرب تجبد قبل المغرب ربع ساعه تجبد وتسخن الكونتيتي باش تتاكل. تخي بيان، انا باش نقول لك يعطيك صحه دكتوره لانه نصايح ثمينه وربما حاجات برشا ما نعرفوهاش برشا عن جهل نعملوا في عكسها، دونك فكره اليوم باش نصلحوا برشا اخطاء شائعه. يعطيك صحه دكتوره رنا الغيلوفي، مشكوره على حضورك معنا لليوم. باش نستدعاكم الساده المشاهدين باش نواكب مع بعضنا عرض الولاده اللي يجمع بين ثنائي متميز برشا يشتغلوا مع بعضهم منذ سنوات وديما الاعمال تكون في مستوى الحقيقه راقي. نحكي على لبنى النعمان ومهدي شقرون في عرض الولادة. الولادة هو العمل الفني الجديد اللي صافحت به الفنانة لبنى نعمان جمهورها في مدينة الثقافة وتحديدا في قاعة مسرح المبدعين الشبان، عمل جمعها بالملحن والمؤلف الموسيقي مهدي شقرون. قلت ان يكون الكوستوم المكياج الشعر كله في روح العرض يشبه العرض. العرض فيه برشا بدوي مازاد فيه برشا انماط موسيقيه اخرى، فيه الاسطنبالي فيه معناها الافريكان فيه المودرن، سو ميلانج هذاك حبيت يكون موجود. معناها نحاول اني ديما نحكي حكايه بالمكياج بالكوستوم الشعر، نحاول نخلط للناس تصويره وحكايه. الولادة مثل نقطة تلاقي بين الأغاني التراثية اللي تم جمعها وأغاني أخرى جديدة خاصة بلبنى نعمان، كما مثل أيضا نقطة تلاقي بين آلات موسيقية عصرية وأخرى من التراث. الولادة هو عرض يحكي على تونس قبل تونس تو. نحب نقولوا انه تراث، علاش فما لفته للتراث البدوي النسو بالاخص تاع النساء اللي ردوه النساء، فما لفته خاصه للموضوع هذا لانه فما تحس فما ربط كبير بين اللي غنيوه جدودنا وبين حتى توا حتى الناس اللي ماشيه تغني زعما الاوكسيدونتال وكذا، اما يقعد ديما نبرة التونسية المرأة التونسية اللي معناها ايدنتيفيابل. الجمهور تفاعل مع لبنى نعمان اللي حاولت تجمع بين ما هو موسيقي وما هو فرجوي. لبنى نعمان رقصت على ايقاع البندير والدربوكة بعفوية، قبلها زغاريت وتصفيق من الجمهور. ولادة أنا نعتبره ولادة جديدة للبنى نعمان، ونتصور أنه العرض هذا باش يلقى صدى جماهيري وفني كبير. علاش؟ على خاطر في الكثير من التميز، في الكثير من التجديد. شوف لبنى في العديد من الأنماط والألوان الموسيقية، نحب نقولها برافو. ولادة لبنى دي مولد، نصلي على النبي، فن أصيل يهب له، استمتعنا
كل شيء. صلي على النبي. استمتعنا برشا، حفلة ياسر تحفونا، الولادة ياسر حاجة جديدة بالنسبة للجروب حس، صوت رائع، معناتها حفلة باهية وإن شاء الله بالتوفيق. الأولى سافرت بها لبنى نعمان إلى معاني الذاكرة، إلى حكايات النسوة اللي تناقلتها عبر الأجيال، على أمل إنها تحط الرحال في مسارح ومهرجانات قادمة. شكر خاص لزميلتنا زهرة فضلي اللي كان بيمضاها الفتير اللي كنا نتفرجوا فيه، ولبرنامج ثقافة بلوس اللي كل مرة نعملوا إطلالة على البرنامج هذية باش ناخذوا دي فتير مزيانين برشا يهزونا للأخبار الفنية والثقافية بامتياز. نرجع للبلاتو بحذية هنيدي بن عامر، صحفية مختصة في تاريخ التغذية. مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك. نهارك زين، يعيشك. صباح الخير. صباح الخير على تونس الكل، كيف العاملين معاك؟ شحال نهاركم زين كالعادة؟ دونك باش نحكي لكم على حوجة مزيانة، حوجة زمنية اللي احنا مستانسين ناكلوها في الكوجينة التونسية نتاعنا. اليوم اخترت انت نحكي لكم عن نواصر، وعدتكم المرة اللي فاتت باش نحكيو على البقلاوة، دونك باش نحكيو على تاريخ البقلاوة. تخي بيان، دونك عندنا الملح والحلو كيف العادة، ما هي العادة نتاعنا لا يقطع عنا عادة، عندنا الملح وعندنا الحلو تبقى هذايا افونغو هنيدي. خلي العباد يستنيونا يتفرجوا فينا باش يعرفوا شنو التاريخ نتاع زوز اوكليت هذوما. في الاثناء شنو باش نعملوا؟ نمشيو لزميلي مراد مزيود مباشرة من قبلي وباش نحكيو على اخر عمليات التسجيل واخر الارقام والاحصائيات اذا كان موجوده مع زميلي مراد، باش ناخذوا فكره على الارقام هذه ونعرف ان اليوم يظهر لي اخر نهار في عمليه التسجيل. صباح النور مراد. صباح الخير ايناس، مرحبا سادة مشاهدي القناة الوطنية، صح صيامكم؟ أكيد ايناس، اليوم 22 ماي هو آخر أجل لتسجيل الناخبين، حصيلة مهمة ومحترمة جدا اللي معناتها أنضافوا لقائمة الناخبين أكثر من 1,000,000 مسجل جديد، اللي أغلبيتهم من الشباب، تقريبا 70% وهذا رقم مهم من الشباب والنساء. اليوم احنا موجودين في الهيئة الفرعية بيقبلي، واحدة من الهيئات اللي خدمت على تسجيل الناخبين، وكان معناتها الرقم في ولاية قبلي محترم ومحترم جدا، وهذا بمجهود كافة إطارات والأعوان اللي شاركوا في الحملة هذه اللي انطلقت من 10 أفريل. معنا السيد عبد الجبار جديد منسق الهيئة الفرعية بقبلي باش يعطينا أكثر أرقام وأكثر إيضاحات على العملية اللي انطلقت من 10 أفريل اللي اليوم تنتهي في حدود نصف الليل. مرحبا بك سي عبد الجبار. أكيد عمل كبير قمتوا به، معناتها باش دخلتوا وباش تشجعوا وباش تحثوا وباش توعوا معناتها الشباب والنساء وعديد الفئات اللي التحقت بقوائم الناخبين، كان تعطينا اكثر ارقام. فعلا سي مراد، هو الحمله الموسعه لتسجيل الناخبين انطلقت بدايه من 10 ابريل 2019 وان شاء الله اليوم معناتها اخر نهار اليوم هو نصف الليل. بالنسبه لنا هنا في ولايه قبلي معناتها كولايه تعرف بالاتساعها والاتساع الجغرافي نتاعها، المعتمديات معناتها متسعه ياسر. اكيد باش نحكوا عليها سي عبد الجبار، خلينا نتوجه ديريكت للارقام، قداش كانوا عندنا مسجلين في ولايه قبلي وقداش ولوا لحدود اليوم 22 كانوا عندنا 92,000 مسجل انتخابات 2018، وحاليا عندنا 105,000 مسجل لحدود اليوم 10 صباحا. كما كنت تحكي ولاية قبلي هي تقريبا ثاني أكبر ولاية بعد ولاية تطاوين على مستوى المساحة، عديد القرى مترامية الأطراف من 100-150 كيلومتر حتى 180 كيلومتر يبعدوا على بعضهم، أكيد هذا طلب مجهود كبير، موارد بشرية وموارد لوجستية باش معناتها توصلوا لكل المناطق هذه في الصحراء واللي صعيبة وتضاريثة صعيبة برشا سي عبد الجبار. فعلا سي مراد، هو كان تحدي وتحدي كبير ياسر بالنسبة لولاية قبلي،
كما حكينا هي ثاني اكبر ولايه من حيث المساحه، فما اتساع والمسافات متباعده جدا ما بين المعتمديات، معناتها عندنا نقطه على الحدود الجزائريه المطروحه تبعد علينا 175 كيلومتر، عندنا قصر الغلال على الحدود ولايه تطاوين تبعد علينا 180 كيلومتر. فعلا المساله هذه معناتها أجهدتنا كثيرا من حيث الموارد البشرية، انتدبنا ما يقارب 60 عون تسجيل، 11 منسق محلي، وتم تكرار بعض السيارات إلى آخره. حاولنا نغطوا كافة الولاية، معناتها عملنا عملية قرع الأبواب الولاية تقبلي بصفة عامة مرتين أو ثلاث مرات في بعض الحالات، وصلنا المناطق الكل، وصلنا المناطق الصحراوية، وصلنا لبعض الشركات البترولية، ما خلينا حتى بلاصة مش لهاش العوان، معناتها ما قصروش في الجانب هذا. أول ما ركزنا على الشباب في المعاهد، ثم على المرأة الريفية، ثم على الأسواق الأسبوعية، معناتها خاصة ولاية تقبلي من المناطق اللي تشهد الأسواق الأسبوعية نتاعها زخم كبير ياسر، والناس تلم في الأسواق هذيا. حاليا كما حكينا معناتها ان شاء الله نقولوا هي ولايه قبيلي منطقه مشبعه، ما يعبر عنها معناتها اكثر من 80% من السكان المسجلين في الانتخابات، معناتها من قبل ونسبه محترمه، حافظنا على النسبه هذه، بقينا اكثر من 80% من السكان المسجلين في الانتخابات، وان شاء الله نحاولوا اكثر ما يمكن معناتها في مراحل قادمه نحاولوا نسجلوا اكثر خاصه فئه الشباب. انا اضفتوا تقريبا 13000 معناتها لقائمه الناخبين، هذوما تقريبا فيهم قديش فيهم نسبه شباب نسبه نساء؟ نسبه كبيره من الشباب، معناتها ما تبعدش عن النسبه الوطنيه، ما يقارب 70% من الشباب، وعدد كبير منهم من النساء. وهني معناتها تعاوننا مع مندوبية المرأة، وتعاوننا مع كثير من الجمعيات في المسألة هذه، معناتها غطينا كل التظاهرات الثقافية، كل التظاهرات الصحية، وخاصة حملة تلقيح الأطفال الرضع ضد الحصبة، معناتها توجهنا لكافة المستوصفات، وما كانوا فما حملات هذه توجهنا لهم، وسجلنا عدد كبير ياسر من المرأة الريفية في الحالة هذه، وحتى الشباب، والشباب خاصة في المعاهد، وحاليا تو عاملين حملات مركزة خاصة في الليل للشباب، في المقاهي، في المنتزهات، في كافة المناطق أين يوجد الشباب، نحاولوا قدر الإمكان نسجل أكثر عدد منكم، لأن العدد الكبير تو تبقى نقولوا 20% من السكان اللي تقبلهم مسجلين، 20% هذوما أكثر من 50% أكثر من 50% منهم هم الشباب اللي أعمارهم بين 18 و 23 سنة، اللي يخلطوا 18 سنة معناتها السنة الفارطة والسنة اللي قبلها إلى آخره. سعد جبار، كيفاش كانت معناتها الاستعانة؟ شكون عاونكم على الحملة هذه؟ شكون وقف معاكم؟ شكون خدم معاكم في الحملة هذه؟ هو لا كثير من الجمعيات، معناتها ما نحبش نذكر باش ما ننساش، ولكن كثير من الجمعيات وقفوا معنا، من أهمهم مرصد شاهد، مراقبون، فما جمعية لم الشمل، فما جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة، هذول معناتها نظمنا مع بعض الحملات خاصة فيما يخص الشباب. في المعاهد الثانوية نظمنا معهم حملات موسعة، مندوبية الشباب والرياضة كذلك معناتها مدتها بقائمة الأنشطة، مندوبية الثقافة، مندوبية التربية كذلك معناتها مندوبية المرأة والأسرة، معناتها اليوم ديجا عندنا معهم نشاط في معتمدية سوق لحد، معناتها عاملين نشاط باش يجمعوا المرأة الريفية والمرأة إلى آخره، يعني نبثوا عوانا باش يسجلوا. إذا كافة المندوبيات الحق والجمعيات كانوا متعاونين بشكل أو بآخر، معناتها متفاوتة النسبة صحيح، ولكن متعاونين اللي باش وصلنا الحمد لله وحققنا النسبة هذه. أكيد هي نسبة محترمة كما في ولاية قبلي، كما على مستوى وطني قلنا معناتها أكثر من مليون ناخب جديد يلتحق بقائمة الناخبين، قرابة 700000 شاب وشابة ربما باش يكون عندهم رأي وعندهم دور كبير في الانتخابات القادمة. بالنسبة للمرحلة الجاية سعد جبار، استعداداتكم لوجستيا وبشريا لإنجاح بقية الفترة الجاية؟ نعرفه مازال تقريبا 4 أشهر معنا على بداية الانتخابات التشريعية الرئاسية. فعلا هو معناتها ما زالت 4 أشهر، ان شاء الله نقولوا معناتها العمليه الجايه هي عمليه نشر قائمات الناخبين. هني ندعو المواطنين معناتها باش يطلعوا على القائمات هذه اللي باش تكون في مقرات البلديات وموقع الهيئه الالكتروني ولا عندنا في موقع، باش يثبتوا في انفسهم معناتها ويعترضوا كان فم اي اشكاليات في التسجيل، ثم بعد باش تنطلق شو اسمها عمليات قبول الترشحات، هذه تسبقها معناتها عمليات تحسيسيه كبيره ياسر. احنا حاليا معناتها ان شاء الله نقولوا قاعدين بدينا في التحضيرات للعمليات الجايه ان شاء الله، وان شاء الله تكون كان على النطاق البشري ولا النطاق
اللوجستي على النطاق البشري، معناتها عندنا انتدابات قاره ان شاء الله لاخر الانتخابات هذه باش يكونوا معنا، وعلى المستوى اللوجستي معناتها محضرين روحنا من قبل الانتخابات، معناتها بحكم تراكم الخبره الى اخره، وبالنسبه للاداره الفرعيه انتخابات بكبلي معناتها المقر متسع ما شاء الله، معناتها لوجستيا كل شيء متوفر وان شاء الله يكون على حسن الظن. ان شاء الله بالتوفيق ليك وكافه الهيئات الفرعيه والهيئه العليا المستقله للانتخابات لانجاح المرحله القادمه، مرحله مهمه اللي تجي بعد 2011 ونجاح 2014، ان شاء الله 2019 كذلك يحالف النجاح معناتها المرحله وبناء المرحله للانتخابات في تونس ونجاح المسار الديمقراطي في تونس. نص الليل هو آخر وقت للتسجيل، نزيد نحثوا أكثر يا شباب يا نساء يا بنات، راهو من حقكم باش تلتحقوا، من حقكم باش تسجلوا، ومن حقكم باش تنتخبوا، هذا دوركم، راهو دور كل الناس الكل باش ننجحوا المسار الانتخابي، تنجح تونس ينجح المسار الديمقراطي، وإن شاء الله يكون النجاح حليف تونس في المرحلة الجاية. كان من في البرنامج باش تكون حاضرة معنا أحد منسقات الجمعيات ولا مرصد شاهد لكنها تغيبت، هكا نكونوا أنهينا الربط المباشر من مدينة قبلي من الهيئة الفرعية بمدينة قبلي، وإن شاء الله في لقاءات أخرى. شكرا لك مراد مزود، يعطيك صحة أنت والفريق المرافق ليك. طبعا هكا نكونوا خذينا فكرة على آخر الأرقام بالنسبة للتسجيل للانتخابات، واللي نعرفوا أنه في الوقت اللي برشا خايفين السنة من عزوف الناس أنهم يمشيوا للانتخابات، البارح سمعت في تصريح للهيئة وأنه العدد تقريبا الجملي إلى حدود البارح وصل قريب برشا للمأمول، وهذه حاجة إيجابية برشا. نعاود نذكر كما قال مراد نضم صوتي لصوت، ومن هون لنص الليل اللي ما سجلش يمشي يسجل ويغير تاريخ ووجه تونس. نرجع لك هنيدي. دونك لانسينا قلنا وانه زوز مواضيع باش نحكيو فيهم، حلو ملح كيف العاده، البقلاوه والنواصر. باش نبداو باللي تحب انت، نبداو بالنواصر. هي تبداو بالنواصر، نبداو بال نقولوا احنا هكا مستنسينا ملح وبعد الحلو. ما فوالا ملح وبعد الحلو. دونك انا كيما الناس الكل براتيكمون كنت نستخيل النواصر، دونك صنعناها احنا كيما عندنا مقارونه قراب، دونك حدثت اللحظه كيما نقولوا العصر هذايا. الوغ هي النواصر اللي عندها حكايه طريفه برشا، هي ترجع للخليفه الناصر الموحد اللي هو دونك تعرف بقوته، كان يعيش مع العلامه ابن رشد، تعرف بالقوه نتاعو بالبطش نتاعو. دونك وكان غني برشا، دونك صنع نقود على شكل مربعات. الشعب عامة الشعب عجبتهم الحكاية وحبوا الشكل نتاع النقود هذيكا. بيان سور دونك تبعوه ما ينجموش هما يعملوا معناها نقود كيف والكل، مشاو صنعوا معجنات وقصوها ديكارو معناتها مربعات وسموها النواصر خليفة للناصر الموحد. اي فوالا دونك التسمية قريبة بالحق يعني جاية من ناصر النواصر. فوالا دونك هي عندها حاجة ايتيكيت مزيانة برشا وهي معروفة برشا في ماطر بنزرت وتونس خاصة. ومعناها نطيبوها بالدجاج، احنا توا في تونس دونك اللي فما اللي يطيبها بالدجاج، فما اللي يسقيها، فما اللي يحطها في الكوشه، فما اللي يقول لك انا نحب جوست معناتها نمرقها نسقيها وناكلها هكاكا، تختلف برشا. فما ينجموا يعملوا حتى نواصر باللحم المفروم زاد، علاش لا، يحطوها في الفور بالعلوش. هنيدي زاده بالعلوش زاده رمضان توا على الاقل واحد يلقى كيف ما الصور اللي راهو فيهم ايفيكتيفمون. دونك بنينه برشا بالدجاج ولا بالعلوش الحقيقه، هي بنينه وخفيفه وخفيفه صحيح، دونك ما تستحقش برشا وقت، خفيفه برشا معناتها طريقة العاملين نتاعها سهلة برشا. احنا نجموا ناخذوها كاشتي في باكويت في الجراند سيرفاس ولا في الحوانت، كما نجموا زيدا ناخذوها صبا نقولوا احنا عربي. بان فما ما نعرفش كان يعرفوها برشا حاجات، انا بحكم عندي علاقة بالزغاونية يعملوها شربة زيدا هنيدي، يعملوها شربة كيف يفوروها يعني يعملوها كيف ما احنا نقولوا نعملوا حاجة حاجة جارية في الاخر بالكل، في عود يحطوا شربة مثلا لسان عصفور ولا اللي هو يحطوا كعبات نواصل مش برشا باش تعطي لي نتاع الشربه، حاجه خياليه في البنا بنينة برشا فيها الفول المصري وفيها كعبات جلبانه للي يحب، وبشخشخه نقولوا احنا بالدبابش، دونك حاجه خياليه. انا كي قالوا لي من الاول قلت شنو هذا نواصر جايه ما تجيش، اما بنينه برشا. انا الحقيقه المعلومه ما نعرفهاش، دونك ما كنتش نسمع. انا منك نتعلم راهو هنيدي، منك نتعلم وانت زايده نتعلم منك انت للا، وعلاش لا غوسيت معناها احنا توا ولينا نجربوا كل حاجه. يعجبك في التونسي جرب صحيح ايفيكتيفمون، ما يراتي حتى شيء سيرتو في الماكله في
لك وجينا دونك ديما المراه تدبر ديما تحب تعمل حاجه جديده دونك بوركوا با كان نجم نعملوا نواصر في حاجه جديده معناها في الشربه فوالا دونك المهم ياكلوا بصحه وبشفاء يجربوا تقعد حاجه صحيه المهم نحكيوا على حاجات ديري خاصه النواصر هي ديري تصنع في في الاغلبيه يظهر لي هكا ما دخلت لهش الماكينات ولا سهيل ديري ديري حتى كي قلت لك دونك سبا والكل تو فما برشا تبركلا اللي معناها الامهات اللي نجموا يعملوا قاعدين في الدار معناها نجموا يعملوا العوله ولا زاده كيف كيف جده ربي فضلها في الدار الكل اللي عنده جده هي اللي تخمم في العوله نتاع رمضان والعوله نتاع السنة دونك تقعد بالميده العربي اللوطه كما نعرفوا احنا ومعناتها تفلي كما نقولوا العجينه وتعمل نواصل بشويه بشويه وتشيحوا دونك حاجه نظيفه وحاجه بنينه خاصه في شهر سيدي رمضان الفضيل اللي نجموا نعولوا عليها ونعملوا عليها. هو جو كامل كي تحكي لنا توا هكايا على كيفاش نقطعوا الحليلم، كيفاش نعملوا الرشته، كيفاش نعملوا النواصر، الصور الحقيقه جميله برشا، ترجعنا كان للكبارات هذوما الاجداد اللي معاهم ريحه رمضان كانت حاجه اخرى. جوستومون. باهي نمشيو للمالح للحلو ونمشيو للبقلاوه، ايش باش تحكي على البقلاوه هنيدي؟ يعني ما شاء الله عندنا برشا انواع. توتافي هو فما برشا انواع نتاع بقلاوه والحكايات زاده نتاع البقلاوه تويترت برشا، فما اكثر من فيغسيون معناها للبقلاوه على خاطر فوالا كيما قاعدين نشوفوا هذه بقلاوه تونسيه، فما البقلاوه اللي الشرقيه معناها اللي جايه من سوريا وجايه من لبنان، فما البقلاوه التركيه كيما هذيا، وحتى احنا اللي هنا في تونس صنع البقلاوه يختلف. ساعة البقلاوه التونسيه انت قلت ما تتراجعش، بعد ما تقوليش ترجع بالتاريخ. لا مش تونسيه. مش تونسيه يا لطيف. مش تونسيه، احنا الكوجينه نتاعنا ديما نقول دونك ديفيرسيفي برشا ومن كل حاجه نجيبوا حويجه، اما ديما نحطوا ليدونتيتي نتاعنا، معناها ديما احنا عندنا هيك البصمه ساحيه التونسيه كسوا في اللفاحات، كسوا في الشكل، كسوا في الطريقه تختلف. احنا لهنا داخل تونس تختلف بين تونس العاصمه والكابان وتختلف بين السود، السود يعملوها صغيره كيما هكايا، الساحل يعملوها كبيره برشا، يحطوا زاده من فوق مثلا بندق ولا حاجه، فما زاده بقلاوه البل اللي هي زاده معروفه لهنا بالكدا، دونك التاريخ نتاع البقلاوه كيما قلت لك اكثر من فيغسيون هي. فما عندها بقلاوه البي نتاعنا هذيا هنا نتاعنا من المفروض هكايا بقلاوه البي هذيا نتاعنا منعت الحمد لله منعت، احنا حطينا فيها التوش نتاعنا اللي هي صفاقسيه معناها يعملوها اكثر ولا موجوده؟ بقلاوه البي موجوده بارتو هي اكثر حاجه دونك الساحل خاطر صفاقسيه يعملوها صغيره باللوزه كاهو ما يحطوش فيها حاجات اخرى. اما في الجهات الاخرين نلقاو اللي يحطوا فيها البندق اللي يحطوا فيها البيستاش مع اللوز صدق مشخشخه فوالا بقلاوه البي مثلا ترتاح ما تسيبش في الفور معناها تتسقط تقعد تبرد تتقاس على بلاصتها. امي اللي قالت لي المعلومه صحيحه. اما البقلاوه العاديه تحياتنا ليها يعيشك. اما البقلاوه دونك كيما نقولوا نتاع صفاقس اللي تبدا مزينه صغيره يحبوها في البلاتو دونك تشب في الفور لوز اكاها وتلقاها. بيان سور احنا البقلاوه تعرف توا في العروسات خاطر فيو اللي معناها غاليه برشا الكيلو نتاعها غالي بورتون اللي عندنا تبارك لها انتاجات كبيره مي غاليه. نرجع لكم شويه ايناس لتاريخ البقلاوه قلت لك هي عندها اكثر من فيغسيون. هي كلمه مشتقه هي كلمه تركيه مشتقه من التاريخ التركي. فما زاده اللي تتويتر انها كلمه ترجع للعهد الفارسي اسمها باكلافا ودخلت دونك للغه الانجليزيه عام 1650. هي تعتبر زاده من اشهر الماكولات في العالم من اشهر العشرة ماكولات الموجودين في القائمه في العالم. الفيرسيون الاولى تقول اللي فما سلطان عثماني قبل كان يعطيها معناتها هي في المطبخ العثماني تتصنع قبل كان يقدمها للجيوش الانكشاريين في قصر توب كابي في كل نص شهر من رمضان يطيب لهم الحلويات هذيا تعتبر من الحلويات. فما فيرسيون زاده تقول اللي فما سلطان عثماني اسمه عبد الحميد كانت عنده دونك طباخه نقولوا نحن يعطيها الصحة هكا دمدومة بالكل في الطبخ قالها طيب لي حاجة بنينة حلويات بنينة برشا نحب نذوق حاجة أخرى أي. اسمها ليوة طبيخة هذي اسمها ليوة دكتور. هي باش تخترع لنا هي اللي اخترعت على أساس فما زاده فيغسيون اخرى قلت لك راهي الخطر التاريخ اللي قعد البق منين جات البقلاوه في الـ في الـ في اللغه نتاعهم كما نقولوا هو قالها بق بيدنا لواء معناها في اللغه نتاعهم بوتيت انا خاطر بيان سور نقرا مانيش قاعده دونك نسمع في البرونونسيسيون دونك منها جات بقلاوه هي اسمها ليوه والباقي هذيك بوتيت يعطيك الصحه ولا حاجه كيما هكا. معناها الحكايات هذوما تعرف معناها كل حاجه عندها تاريخ وعندها حكايه وراها. عندها حاجه فما الفيرسيون الاخرانيه اللي باش نخدم بها دونك فما سلطان تركي مرته اسمها بقلاوه قالها عمل لي حاجه مسنسه تصنف له عجبته الحلويات هذيك دونك سماها بقلاوه على اسم مرته. انا نصدق الفيرسيون الثانيه اكثر ما ريتش السلطان الطيب بينا.
حق ما ريتش ما تدلش زعما سلطان تقول انت فين تدلوا تكلم الخادمة فين اقرب ومن بعد دخلت للشرق دونك فما هي سبب دخولها للشرق دونك رجل تركي حال دكانه صغيره في حلب يبيع ويصنع في البقلاوه في شهر رمضان اكا هاو بعث لكش كفر الدوموند على البقلاوه هذيا دونك وليت على طول على طول العام دونك وليت على هذاك في كيماش كيما البقلاوه السوريه تختلف بين البقلاوه اللبنانيه تختلف زاد بين البقلاوه التركيه احنا زاد في تونس بعد تزيد البونته كيما نقولوا نحن مش كيف كيف الشحور فوالا صحيت الشحور الحشو نتاعها زاد كيف كيف طريقه العاملين نتاعها زاد تختلف فوالا ما هي تقعد الفيرسيون معناتها نتاع البقلاوه بقلاوه بنينه برشا موجوده في عروساتنا الكل ونحبوها برشا وحاجه دو فالور يعطيك صحة مع قهوة حاجة تعمل 66 كيف حاجة مزينة برشا إن شاء الله بعشقان الفتر نعملوا قهوة ومعها كعيبة بقلاوة ولو احنا باش نحكيو راهو هنيدي بعد شوية على الأسعار نتاع الفيكيا وعلى أسعار الحلويات بعد شوية هاكا يستنيونا السادة المشاهدين باش ياخذوا فكرة في الموضوع هذايا شكرا لك هنيدي بن عمرو ميرسي يعيشك يفضلك لالا شهية طيبة الناس الكل يعيشك أنا باش نرجع مع السادة المشاهدين انقطع بكري الخط مع زميلتي كوثر بن دليلة اللي كانت موجودة مباشرة من إحدى المساحات والحديث يجمعنا حول ختان 14 صغير من اعوان موظفي الاذاعه والتلفزه يظهر لي من الوقت هذيك لتوا كوثر فما عمليه ختان فما شكون سيء عمل الختان نتاعو ولا مازال تقريبا الى حدود الساعه ايناس عمليه الختان تمت وبنجاح وان شاء الله ربي يوصل بالسالم حبيت فقط نشير اللي 14 عائله وفيهم توام زاده وتبارك الله مازالت الاجواء احتفاليه لهنا في المصحه والبنوته هي بحذايا لهنا وعامله الحنه وامورها هاني هي توريهم الحنه شو مزيانها والكل باقي مع الاجواء الاحتفاليه في الحدث هذا اللي تنظموا تعاونيه اعوان ابناء الاذاعه والتلفزه التونسيه باش نواصل مع سي هشام الرزقي رئيس التعاونيه حكينا على فما كادوات فما برشا معطيات اخرى باش يقولها لنا اليوم فما هدايا للصغيرات الكل من 14 صغير باللبس نتاعهم زاد نتاع العيد عندنا مرايتات زاد نتاع نظر للصغيرات الكل فهمتني وهذه منا حابين ندخلوا بهجه وفرح وفرحه للصغيرات ملابس العيد وكادوات هاني قاعده نشوف فيهم ما فما حاجات لهنا ما نعرفش ربما فضولي هكا يدفعوني باش نثبت شنو هي الحكايه فما برشا نظارات لهنا اي هذوما نظارات طبيه للصغيرات اللي متهنين توا هذوما للي ناقصين نظر ناقصين نظر اي صغير به فما زاد جاتو علاش اليوم مناسبه نتاع عيد ميلاد نتاع صغير والد نهار 22 ماي بالمناسبه دي خذينا له احنا خبز جاتو باش يكون عيد ميلاد تبارك الله هكا قارين كل شيء حساب كل شيء فما زاد هكا باش نشوفوا حتى الدرجي محطوط لهنا وكل صغير يكمل عمليه الختان نتاعو ياخذ الدرجي وياخذ زاد لي كادو نتاعهم وحنا اشرفنا منذ قليل على عمليه اسناد الجوائز زاد ما فيها باس نعطيو فرصه ونعطيو الكلمه لكل من ساهم من قريب او من بعيد في تامين هذا الحدث صحيح احنا اكثر حاجه معناها عاونتنا على راسهم مدير المساحه والسيده وسيله السيده وسيله يعطيك الصحه بارك الله فيك من غير مزيان احنا ان شاء الله ديما في المناسبات هذوما مناسبه رمضان نحبوا نرسموا الفرحه ونساهموا ولو بشكل بسيط في هالاجواء هذيا ان شاء الله ديما وان شاء الله باش تكون مناسبات اخرى ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير وصغيراتنا الكل بخير ان شاء الله كل عام انتم بخير ان شاء الله التوانسه الكل بخير ما نعرفش عندك اضافه اخرى كلمه ختاميه نحب نقول رو التور هذايا الختان هذايا للصغيرات الكل كان مجاني سواء من المساحه وحتى من ابن المخرتين صاحب المساحه هو اللي يعطي هو اللي تكفل بكل شيء بارك الله فيك يعطيك الصحه وشكرا زاد للطاقم الفني اللي جا معك اليوم يظهر لي ما فماش اكثر من هكايا موجات ايجابيه والطاقم الطبي لا بالضروره كل انسان ساهم من قريب والا من بعيد في الحدث هذايا والا في الحقيقه في مساعده التوانسه حاجه تعمل الكيف حاجه تعمل 66 كيف ما غير رمي ورود بالحق امور تنظيميه ممتازه تحيه لابناء الاذاعه والتلفزه التونسيه تحيه للناس الكل اللي اليوم قاعدين يقوموا بعمليه الختان والتوانسه الكل في ديارهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وما ننساش الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمصحه هذه وشكرا لك ايناس والكلمه ليك يعطيك صحة كوثر وكأني سمعت صوت الصياح ولا لا كانوا فما صغيرات يلعبوا يظهر لي هذوما الإخوة متاع أبناء الأعوان إن شاء الله مرة أخرى مبروك إن شاء الله ألف مبروك نرجع للبلاتو معايا سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سمعت معايا الصوت أي بتاع صغار يلعبوا بتاع صغيرات بتاع فرحة. اللي قاعدين يلعبوا بتاع فرحة باش ما نوهقوش الآخرين اللي مازالوا أكيد فرحانين هما وإن شاء الله كل شيء بالبركة إن شاء الله إن شاء الله سي لطفي موضوعنا لليوم هو حلويات العيد كما وعدنا
صحيح حلويات العيد اليوم باش نعطيو فكره صغيره على الاسعار. نلقاو البقلاوه تخدم بين 75 و 80، نلقاو الغريبه بين 20 و 18، المقروض في حدود 13000، الكعابر 45 دينار، كعك الورقه ب 45 و 60. نعطيو شوي اسعار على الفاكهه، المكونات تاع الحلو اللي يحب يعمل حلو في الدار. الزوزه ب 56، البندق 120، 112، لاكاجو 55، بوفريو 49، اللوز 46، اللوز الابيض 55. هذه فكره على بعض الاسعار اللي في السوق. البندق قداش سي لوتي؟ البندق 112 120. 120 اي مش برشا؟ معناها احنا نقولوا ولينا نقولوا نتندروا نقولوا قوش عليه ولا عيار ذهب، معناها جرام ذهب، معناها تبارك الله ماهوش. الاسوام الاسعار غاليه فهمتني، ما يتمشاش مع القدره الشرائيه نتاع التونسي اللي باش يشري وباش يعمل كيف. والاسعار اغلى في المنتوجات نتاع الحلويات نتاع العيد. اي جوستومون يعني احنا علاش نحكيو على المكونات لي زانغريديون هذوما، خاطر هما اللي من بعد يقول لك هاو علاش الحلويات سومها غالي، وهذاك علاش زاد نحكيو على برشا غشه في الحلويات. صحيح. سي لطفي اللي برشا نلقاو كاكاويه يقول لك راهي لوز، لوز يقول لك لا راهو خليط معناها من الفاكهه، دونك موجوده هذه. موجوده هذه، نلقاو اسوام غاليه كيما نلقاو اسوام زاد شبه اقل برشا من الواحد، لكن عمليه الغش وسامح بعض مش الكل، اما ثم ناس اللي تستغل الفرصه نتاع العيد نتاع حلويات العيد باش تغش، يغش لك اللوز بالكاكاويه، يغش لك ينحي لك الزبده ويحط المارغرين، الحمص معلقي خلطه بالقطانيه، الكعابر يزيدوا برشا سكر، الشحور يزيدوا ياسر، يبيع في السكر يولي ما عادش يبيع في اللوز. والواحد عديد عمليات الغش انواع واشكال الروعه على كل لون، واللي يشري يشري سي ماك تعرف هو صف كامل الحقيقه، معناها نشدوا الكون نشدوا الصف باش نشريو معناها شويه حلويات للعيد. دونك كي نشري انا ونروح احنا صايمين نشري في النهار ما نجمش نذوق، دونك كي نروح للدار ونلقى انه منديه مثلا ولا شنو نجم نبدلها ولا حاجه لازم نرجع حيل ونبلغ فيه على اقرب اداره جهويه للتجاره اللي تابعتك في الولايه نتاعك فهمتني، باش كلقيت عمليه غش ولا عمليه ماهيش مواصفات واحد تبلغ باش هما يعملوا مراقبه باش ينجموا يتحولوا لعاون المكان ويشوفوا بالطريقه هذه تتحد اقل عمليات الغش، خاطر عمليه الغش تكثر ونحاولوا نشريوا من محل يكون معروف يكون عندك ثقه فيه فهمتني، وديما تشوف انت الجماليه نتاع المنتوج فهمتني. أي. تشوف الجماليه نتاع المنتوج تفهم اللي فيه غش ولا ما فيهوش. اي سي لطفي انا باش نقترحها عليك وعلى الساده المشاهدين، عنصر مصور ماذا بيا تتفرج فيه معايا ومطلوب رايك وتعليقك على اللي باش تسمعوا على اللي باش تراه. هذه عنصر مصور تهزنا لي زميلتي عواطف السويدي، نحكيو على الغش كعقليه عند التونسي، علاقه التونسي بالغش في الروبورتاج هذايا وراجعين. أطنان من المواد الغذائية تحجز وتتلف يومياً في كامل تراب الجمهورية، وتختلف أصناف المواد هذه من لحوم وخضر ومواد مصنعة مخالفة للترتيب، إما لعدم احترام قواعد النظافة والتخزين أو لاستعمال ملونات وبيع منتجات منتهية الصلاحية. وفي شهر رمضان تنتشر مظاهر الغش والتحيل على المواطن بشكل ملحوظ، لأن التجار يستغلوا لهفة التونسي وإقباله على الاستهلاك. عناصر الشرطة البلدية حجزت خلال شهر رمضان أطنان من الفرينة المدعمة بالعاصمة وكميات من الخضر والغلال واللحوم الحمراء وغيرها من عشرات المواد الغذائية في مختلف الجهات. الغش شمل مادة الخبز حسب ما كشف مؤخراً مدير إدارة حفظ الصحة وإدارة المحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي، اللي صرح بأنه 58% من عينات الخبز تحتوي على حشرات تحدث ما يعرف بتسمم البطيء في الجسم، وهو ما يسبب خطورة على صحة الإنسان، وهذا بعد ما تم أخذ عينات من أغلب المخابز على كامل الجمهورية في إطار دراسة لتقييم نوعية المواد الأكثر استهلاكاً. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أنه 7% من الخبز تبين احتوائه على تركيزات نسبياً غير مطابقة للمواصفات. وتم الإعلان أيضاً عن عدم متابقة مادة الدرع من حيث السموم والفطريات بنسبة 7%. وإجمالاً ترتفع مظاهر الغش والتحيل على المواطن في شهر رمضان بنسبة 20% مقارنة بباقي أشهر السنة. ويتفنن التجار في أشكال التحيل والبحث عن الربح غير المشروع، ويوصل الأمر إلى حد بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة، كما ترتفع المخالفات الصحية في شهر هذا مقارنة ببقية أشهر السنة. والسؤال اللي يبقى مطروح هو وقتاش يتحلى التونسي بالأخلاق ويبعد عن الغش في شهر رمضان؟
نحكيوا على السموم، نحكيوا على فطريات، نحكيوا على حشرات في حاجات ناكلوها وتدخل البطون نتاعنا. سي لطفي، شنو تعليقك؟ وخاصة أول جملة شدتني في الفيتيير أنه يكثر الغش في شهر رمضان. يكثر الغش في شهر رمضان، كم الرقم مفزع، 58% من الخبز فيه حشرات، راهو شيء مهول. معناتها طريقة الغش والتسيب اللي موجود على ذاك، نحن ديما نقولوا اللي كل واحد يرى اللي ثم حل عشوائي تحل في حومته يبلغ عليه، على خاطر تو العديد والعديد من الحوانت اللي تحلت واللي طيبوا في الديار واللي يعملوا ويبيعوا في الحلو في الاسواق الموازيه. انا نستغرب كيفاش تشري الحلو خاصه الزلابيه والمخارق من نصبه في سوق، فهمتني؟ اللي تعرف انت الحشرات وتعرف الذبان وتعرف برشا ماهيش مهيئه صحيا باش الانسان ياخذ منها. على ذاك ثم العديد من المعامل نتاع الحلو اللي تحلت اخيرا في الاحياء، في وسط الاحياء، فهمتني؟ يعملوا حلو نتاع العيد وهي موسميه، راهو كل عام نشوفوا النمط هذا نتاع الغش والتكاثر نتاع المحلات هذه بالمناسبه هذه باش يبيعوا اكثر باش ينجم. وبعد يجي خبز الجاتو في راس العام زاد كيف نفس هي المنهج. هي الغشه الحقيقه الوان واشكال، وعلى امتداد العام مش كان في الشهر الفضيل هذايا نجموا نحدوا منها. بالطبيعه ماناش نحكيو في الجانب القانوني والهيكلي، ولكن لهفه المستهلك ولهفه المواطن سي لطفي، نجم تكون هي الحل لما نقصوا من اللهفه هذه. بالطبع اذا كان نشوف هو منتوج ماهوش معروض بصفه صحيه، بيشوف اللي منتوج يشك فيه علاش ياخذ فيه، فهمتني؟ يشوف اللي زاد ثم حالات اللي تلقى الخبز يتباع في وسط سوق مثلا، نصبه نتاع خبز راوها في باب الفله معناتها قدام الناس الكل، فهمتني؟ هذه ظروف اللي المستهلك يبعد عليها ويحاول باش يقطعها. اي طيب، احنا نقولوا اللي في الحوينت هذيك حاجه اخرى، ولكن ساعات حاجات المواطن نفسه ينجم يتفطن لها وقت اللي راه نصبه معرضه للشمس ومعرضه للحشرات، معناها بعينيه ينجم يلاحظ انه فما اخلالات. باش نقول لك يعطيك صحه سي لطفي الريحي، مشكور على الحضور معنا، وهكا قربت بينا برشا الحقيقه، عملت بينا قفزه القدام باش نعيشوا اجواء العيد لما نحكيوا على حلويات العيد. شكرا لك سي لطفي الريحي، مشكور على الحضور معنا وبيناتنا. نمشيو مباشره للقصرين، زميلتي ناديه رتيبي موجوده ومعها شهاده، من نجم كان نقول شهادة إيجابية وشهادة شهادة مشرقة. سامحوني إذا كان نادية حاضرة. إيه يظهر لي كيك برشا. دونك إذا كان نادية حاضرة، صباح الخير نادية، تفضل نادية. صباح النور. صباح النور، فقط تغيير الوجهه من القصرين تحولنا لسيدي بوزيد وبالتحديد معتمديه السباله. اليوم عندنا بصيص امل لشبابنا في معطى ولايه سيدي بوزيد، لكن للاسف الشديد من المحزن انه مواهب وخبرات وابداع وابتكارات شبابنا يقبر في مثل هذا المحل. نحن اليوم في سيدي بوزيد معنا رضا المحمدي، وهو شاب عصامي التكوين. رضا اللي كانت التلفزه التونسيه في فتره سابقه اشارت الى اختراع رضا يتمثل في اله التحكم عن بعد، تحكم في التشغيل أو إيقاف سيارات، تحكم في تشغيل أو إيقاف وسائل الإلكترونية أو النور الكهربائي أو ما شابه. لكن سنوات مرت على تمرير بورتريل الرضا، لكن للأسف ما كان فما حتى تفاعل لاستغلال هالمواهب هذه. رغم هذاك الأمل مازال ما ماتش عند رضا، لكن باقي كل يوم يبتكر حاجة جديدة، يبدعنا باختراع جديد. اليوم رضا اخترع آلة نوعا ما آلة طبية اللي تمكن الأصم خاصة اللي أصيبوا بإعاقة بعد الولادة من الاستماع عن طريق كيت يتحط في الفم. رضا المحمدي هو في نحن تو موجودين في محل مورد الرزق نتاعو اللي هو محل لإصلاح السيارات، إصلاح الدراجات النارية. أيضا رضا رغم أنه انقطع مبكر على الدراسة لأنه لم يتلقى أي تكوين، رغم ذلك هذا تشهد له أهالي معتمدية السبالة كل أنهم من أكفأ وأهم الميكانيسيان في السبالة. كما قلت رغم أنه ما تحصلش على حتى شهاده، رضا الحاجه اللي يشوفها ما يعاودش يشوفها طول تترسخ في مخه، هذاك علاش مخه ديما يخدم ويحاول ديما انه يقدم الاضافه، لكن للاسف
كما قلنا انه المواهب هذه باقيه تقبر في مكانها، باقيه تضيع شبابنا، باقي تضيع افكاره وتضيع احلامه. رضا مرحبا بك، نحن تو متواجدين في مباشره على التلفزه التونسيه في برنامج في تونس. عرفنا بروحك، احكي لنا على رضا المحمدي المخترع المبدع، واحكي لنا على الاحلام اللي لليوم ما زلت ما وصلتش باش تحقق واحد من المهام اللي كنت تتوقع او تحلم انك تحققه. السلام عليكم ورحمه الله. رضا محمدي السبالة وليد سيدي بوزيد. سبق لي واخترعت آلة التحكم عن بعد، اللي هو بالبورتابل نتاعي نجم نشغل اي حاجه الكترونيه عن بعد عبر القارات. نجم مثلا عندي كرهبتي هزها واحد مثلا ما حبش يردها، نجم نتحكم فيها بتليفوني، نخدمها نحبسها نحطها الموقع نتاعها فان بلاصه، نجم نحل التلفزه نحل اي حكايه نربطها بالبورتابل نتاعي. مثلا المفتاح نتاع اي حاجه الكترونيه تنرد هنا في البورتابل هنا. اما اللي هنا معناتها علاش عودت معناتها انا قلت لكم خلينا نحبسوا نرجع لاختراع التحكم عن بعد اليوميني ونوصلت فيها، فمش كنت فاعل معاك بعد ما تم تمرير معناها الاختراع هذا على التلفزه التونسيه، فمش شكون اعطاك شويه من وقته وشويه من اهتمامه؟ لا اليوم فاتوا خمس سنين من عمري، معناتها كاين واحد الواحد تعيش 100 سنه 200 سنه، انا خمس سنين هذوك كيتعدوا ما فهمش حتى مسؤول سالني، ما فهمش حتى جمعيه، ما فهمش حتى دار شباب، ما فهمش حتى سفيته العباد الكل، معناتها تعدى في تي اف ان، تعدى في الوطنيه واحد، مع صبحت اليوم تغوض ديريكت نخدم في البلاصه هذه، ما فهمش حتى شكون سالني، لا حتى شكون انت منين، معناتها ما لقيتش فيها حتى حل. شنو كان مصير التحكم اليوم؟ مصير التحكم طيشتها، كل شيء قاعد في مخي، ما لقيتش ما نعمل به، كي نعمل جهاز تحكم عن بعد شكون باش نبيع، مو يلزمها تقبلوا عليا شركة الدولة متاعتنا، نحن شباب كهكا ذاك تقولوا هاكم تحرق وهاكم على البحر، وذاكنا عندي خبرة كيف مناك التحكم عن بعد اللي هي تصنع فيها إسرائيل، بينما أنا سياسي ابتدائي في تونس صنعت التحكم عن بعد، معناتها فما بالك باللي قاري، اللي قاري مسكين قاعد يحمر في الزيتون وقاعد يقد. أنا تو توصلت بعد خمس سنين جتني شحن اخرى نتاع طاقه اخرى، زعما قلت ما عادش نخترع، وليت نخدم على روحي برك، معناتها بس نخلص كرايه وماء وضوء. تو توصلت لاختراع جهاز اله طبيه، اله طبيه هذيا اللي هي مستوحياتنا، كشفت شفت التليفون الايفون يصور تحت الماء، قلت لازمني نعمل اضافه، الاضافه هذيا لازمها حاجه مش موجوده اللي هو الصوت ما تسمعش تحت الماء. صنعت ايكوتير، الليكوتير هذه ما تجيش في الوذنين، الليكوتير تتعض بالفم. خلينا نشوفوا احنا اليوم. الليكوتير هذه تتعض بالفم كهكا، تسمع كل شيء في مخك الداخل. احنا خلينا ايناس نكونوا بطبيعه قد مسؤول على قد كلامنا ونتحمل مسؤوليه الكلام نتاعنا. معنا اكيد برشا شباب حاضر في المحل الضيق، لكن فما برشا شباب ديما يتبعوا في مواهب رضا، حبينا ناخذوا من الحاضرين، هو توا فما البرنامج باقي يمشي على المباشر، حبينا من الحاضرين نجربوا عليه التجربه هذه، نشوفوا اذا ناجعه او مش ناجعه. تفضل استاذ كنا، تفضل بحذينا. مرحبا بك، اكيد انت من اهالي معتمدية سبيرو، تعرف بالقداء رضا. نعم تفضل. شكرا. رضا هو معناها من خيرة شباب السبالة، يعني منضبط في معناها في التعاملات نتاعو، لكن للأسف يعني ماهوش ما ثماش حظوة يعني بالإبداعات نتاعو، هو عنده العديد من الإبداعات، كل مرة يبتكر حاجة معناها باهية، لكن مالوريزمون ما ثماش معناها إحاطة. سنة إيناس باش نوجه لك توا الكلمة، لأنه التجربة باش تكون بينة، تنجمي تسألي الأستاذ، هو أكيد مش يسمع وجيست باش يسمع ملكيت اللي باش يحطه اليوم على فمه، لكن تتفضل إيناس باش خلي لك الكلمة مع الأستاذ، نحبك تتفاعلي معاه باش نعرفوا مدى نجاعة الاختراع هذا. طبعا انا باش نحييه ونحيي كل الفريق المرافق ليك، ان شاء الله رمضان ومبروك، ان شاء الله كل عام هو حي بخير، وان شاء الله يكون يسمع في صوتنا 10 على 10 ناديه. هذا اللي حبيت نشوفه معاه، الكيت موجود في فمك. توا كنت تحكي مع ايناس، حبيت نعرف ايناس شنو قالت لك، شنو حكيت معاك؟ اها
مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. المسال توفى في الحادث نتاع السبعه. كيفاش؟ كنا نشوفوا نسمعوا انس. انا على كل حبيت نرحب به، حبيت نقول له كل عام وهو حي بخير، حبيت نتمنى له رمضان مبروك. لحظه بركه انس، باهي عايش اختي لحظه. ستريمينغ. كونيكسيون. يبدو انه كونيكسيون معناها مش خايبه، حبيته يسمع بالكدا، لكن يا نيديا اكيد اكيد وي يا انيس. نيديا هو انت وساعات ما تسمعنيش في ساعه مش واضح. اي جست ما هذيك حبيت نقول لك، يعني هي مشكله في الديوبليكس، هي في الريزو. على كل على كل مشكله في في الكونيكسيون، على كل بطبيعه هذه شهاده حيه يعرفوا بالكدا رضا. حبينا نرجعوا توا للرياض، عفوا اللي رضا عفوا، باش نحكوا على المكونات نتاع الجهاز هذا وشنو هو اليوم مطلوب باش نطوروا فيه. والله المطلوب بالنسبه لينا نتوصل الاختراع على الحاجه، لكن ما عنديش لشكون باش نسوقها. انا ما نجمش نشد مثلا جهاز تحكم عن بعد تنبيعه العبد عادي، لا يلزمها شركه تستعمله في حاجه، في كهرباء، في حاجه، معناتها هو زي بارتو الكترونيك. ما نجمش نبيعه كاباري، لازم يتقبل كان نموذج الساعه بعد كان يتقبل. الاله الطبيه هذه، الاله الطبيه هذه هي غير مخترعه تو، مش موجوده. اللي هو اي انسان تقول له منين تسمع يقول لك نسمع من وذني. انا اخترعت الاباري هذه اللي هي تسمع بفمك مش بوذنك. تعمل هكا تسمع، مثلا تو عندي البورتابل نتاعي ربطه بالاباري هذه بالبلوتوث، اي حاجه نستعملها لهنا بالبلوتوث نسمع. اذا كان اطرش نولي نسمع بفمي مش ونسمع كل شيء في مخي الداخل ابار وذني. نتمنى معناتها ثم الشركة ثم جمعية ثم مسؤوليين يعاونوني شوي، خليني أنا نطور اختراعاتي عجالي ناتو. معناتها ما فهمتش تنخدم مع روحي نخلص كراهي تنرجع للالكترونيك نعمل شوي اختراعات. أنا ميداني اللي هو موهبتي اختراعات الكترونيك تو ما فهمش دعم، وليت نحب نحرق، وليت نحب نرمي روحي في البحر. حاشي معناتها اي عايزين باش نواصل. شنو الرساله اليوم اللي توجهها من خلال برنامج في تونس للناس اللي تسمع فيك والناس اللي تعرف اختراعاتك وابتكاراتك؟ الرساله اللي نحب نوصلها اللي نقول نشوف من روحي هنا كمستوى سيت ابتدائي قاعد نبتكر في اختراعات هكا، نقول مساكن الناس الاخرى القاريه معناتها واصله وين واصله، وقاعد في بلاصه معناتها تلاقيه شاد وحارق يحب يحرق عجل في بلاده وما يلقاش حظه. نتمنى تعاونونا ونداء للمسؤولين معناتها بطبيعه مش انتم متوصلوا صوتنا بارك الله فيكم. لو كان نلقى دعم نولي ذاك ديما معناتها مخي في الالكترونيك قادر اني نصنع حوايج مفيده للبلاد، معناتها مفيده لبلادنا، ما نبقوش نشروا في حوايج صنع. شكرا لك يا نيديا. طيب علاش نحن نصنعوا روحنا برواحنا. شكرا نيديا، يعطيك صحه رضا. ان شاء الله تكون نداء رضا وصل، وان شاء الله الرساله تكون وصلت زاده. شكرا لك نيديا، يعطيك الصحه. طبعا حبيناها شهاده تقعد في البوزيتيف، تقعد في الايجابي، وحبي